الفيديو العاشر كان وظيفة منزلية. التمرين الأول، انظر للتمرين 21 صفحة 101 والحل الخاص به وماذا تلاحظ. التمرين 21، الجدول التالي متعلق بالعلامات، هناك خانة للعلامات وهناك خانة للتكرار المجمع الصاعد، وهنا يطلب طلبات أخرى. في هذا التمرين يجب أن نعرف خانة التكرار، نستطيع أن نستنتج التكرار من خلال التكرار المجمع الصاعد. هذا هو الهدف الكبير والأساسي للوظيفة. في الحل، العلامة وعندي التكرار المجمع الصاعد، كيف أجد التكرار؟ لاحظ، فكرة سهلة، الطريقة البصرية كما تعودنا، الطريقة البصرية التي قلنا عليها، عندنا تعلمنا طريقة بصرية في الفيديو رقم 6، تعلمنا طرق بصرية نوظفها هنا. لاحظ معي كيف نجد، التمرين رقم 22، 17، 19، 21. التمرين رقم 21 هو المطلوب، التمرين رقم 21 الحل الخاص به. لاحظ الفكرة، 13 ناقص 3 تساوي 10، 22 ناقص 13. نجربها على المثال الذي تعودنا عليه، تعودنا على هذا المثال. هذا لو كان عندي هذا، هذا ناقص هذا يساوي 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 هذا. إذن ننظر للتمرين 21 صفحة 101 والحل الخاص به بالفيديو، وقد تم ذلك على اليوتيوب قناة تجربة الأساتذة. ملاحظة، هذا هو سبب التمرين الثاني والثالث اللاحقين. نأتي إلى حل التمرين الثاني. أعطاك سلسلة إحصائية فيها ثلاث خانات ولكنها بالمجاهيل، طلب مجاهيل السطر الثاني بدلالة مجاهيل السطر الثالث ثم العكس. ما معناه؟ إذا عرفت التكرار يمكن أن تعرف التكرار المجمع الصاعد، والعكس صحيح، إذا عرفت التكرار المجمع الصاعد يمكن أن تعرف التكرار. وشكل جملة المعادلات كل مرة. الفكرة بسيطة، الآن عندي مجاهيل السطر الثاني بدلالة مجاهيل السطر الثالث، معناتها مجاهيل السطر الثالث لا تتغير ومجاهيل السطر الثاني مكتوبة بواسطتها، X, Y, Z تبقى كما هي، ويبقى عندي الـ X هنا. نحب نتأكد، نتحقق سريعا أن هذا الكلام صحيح. نتحقق، لاحظ أن الأول يساوي الأول، هذا وش يساوي؟ يساوي هذا زائد هذا، هذا زائد هذا يساوي هذا، هذا زائد هذا X ناقص X تبقى Y، هذا زائد هذا زائد هذا يساوي هذا، وهذا صحيح، ناقص Y زائد Y ناقص X زائد X يبقى Z. الأخيرة، هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا يساوي هذا، هل هذا صحيح؟ نعم، ناقص Z مع Z ناقص Y مع Y ناقص X مع X يبقى دبل B. إذن مجاهيل السطر الثالث لم تتغير ومجاهيل السطر الثاني كتبت بواسطتها، يمكنني أن أترجمها إلى جملة معادلتان، جملة معادلات بهذا الشكل، أن الـ A يساوي الـ X والـ B يساوي Y ناقص X والـ C Z ناقص Y والـ D دبل V ناقص Z. الأخرى العكس، الأخرى سهلة،
إذا كان عندي التكرار نعرف التكرار المجمع الصاعد كيف أحصل عليه؟ الخانة الأولى هي نفسها، والخانة الثانية كيف أحصل عليها؟ هذا زائد هذا يساوي هذا، هذا زائد هذا زائد هذا يساوي هذا، هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا يساوي هذا. هذا معروف. كيف أترجمها إلى جملة معادلات؟ أن الإكس يساوي الأ، أن الإكس يساوي الأ. إذن هنا يا الإكس يساوي الأ، الإكس يساوي الأ، والإجراك الإجراك يساوي أ زائد بي. والزاد الخانة الثالثة تساوي أ زائد بي زائد سي. والخانة الأخيرة هي مجموع كل الأعداد. مجاهيل السطر الثاني لم تتغير، ومجاهيل السطر الثالث مكتوبة بوسطها. ما هو هدف التمرين؟ أنني قلتها في التمرين الرابع، الهدف سبب كل تمرين في هذه الوظيفة أرفقناه ضمنيا مع حل كل تمرين. ما هو الهدف من هذا التمرين؟ أكرر، إذا عرفت التكرار أعرف التكرار المجمع الصاعد، وإذا عرفت التكرار المجمع الصاعد أعرف التكرار. إذن الملاحظة ولا سبب التمرين، معرفة النتائج بدلالة المعطيات هي مهارة في حد ذاتها. أريدك أن تتذكر هذا العنوان، معرفة النتائج بدلالة المعطيات، نحتاجها كثيرا في الرياضيات. هذه الكلمة، هذه معرفة النتائج بدلالة المعطيات. التمرين الثالث كان تطبيق عددي. ما هو هدف التمرين الثالث؟ هو تطبيق عددي. إذا كانت الخانة الثانية معروفة أستطيع أن أعرف الخانة الثالثة. العكس، كيف أعرف هذه الخانة؟ تعلمناها، تعلمناها. إذن الأربعين تجي هنا، هنا وش يجي؟ يجي العشرين. منين يجي العشرين؟ هذا نقص هذا يساوي هذا، 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 هذا نقص. لاحظ أنني بصريا يمكنني أن أقول هذا نقص هذا يساوي هذا. إذن هذا نقص هذا يساوي هذا. نستطيع أن أصنع آلة بهذا الشكل. نصنع الآلة هذه، نصنع الآلة هذه، نصنعها، نصنعها بهذا الشكل. هذا نقص هذا يساوي هذا، هذا نقص هذا يساوي هذا، بهذا الشكل. هذا نقص هذا يساوي هذا. نجربها. 60 نقص 40 تساوي 20، 63 نقص 60، 70 نقص 63، 80 نقص 70، 82 نقص 80، 87 نقص 82. بهذا الشكل. إذن هو تطبيق عددي للتمرين الثاني، وإكمال الجدول فيه هو فيه إمكانية الطريقة البصرية كما قلنا منذ قليل. الآن التلاميذ لم يشوفوا بالفيديو يفهموا أكثر الكلام هذا يعني. إذا صنعنا الآلة هذه، هذه الآلة، هذه الآلة اللي نتكلم عليها. إذا التمرين الرابع كنت طلبت ما هو سبب كل تمرين. سبب كل تمرين في هذه الوظيفة أرفقناه ضمنيا مع حالة كل تمرين. الهدف المقصود من هذه الوظيفة أصلا، أكملنا مفهوم التكرار المجمع الصاعد، آن الأوان لتوظيفه وإدماجه مع بقية الدروس. وهذا يعني أن المعلومات النظرية عندك أصلا، فقط كيف تربطها مع الدروس وكيف تتحكم بها. من هنا فصاعدا يحق لنا طرح التمارين مباشرة كما فعلنا مع هذه الوظيفة. لاحظ أن نص الوظيفة، لاحظ أن نص الوظيفة مباشرة بدأنا في التمارين. لاحظ مباشرة بدأنا في التمارين. لماذا بدأنا في التمارين؟ لأنني أكملت مفهوم التكرار المجمع الصاعد. انتهى موضوع هذا الفيديو وانتهى تصحيح هذه الوظيفة.